بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم صل على سيدنا محمد مجلى الربوبية بقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومفتتح النبوة بقول وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وتجلي الألوهية الأعظم بقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صاحب الخلق العظيم والنهج القويم وصراط المستقيم الرؤوف الرحيم وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. من كتاب الحكام للشيخ تقي الدين أحمد بن عطية السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلوم شيخنا في الدارين آمين. قال رضي الله عنه: كيف يكون طلبك اللاحق سببا في عطائه السابق؟ كل ده بيقول لك ما تعتمدش على دعائك ولا عملك ولا عبادتك في نوال الله عز وجل، أي أنه الله قسم القسم في الأزل بعلمه القديم قبل ظهورك أصلا ولا قبل ظهور الأكوان. فإذا طلبت منه سؤالا فأعطاك فلا تجعل سؤالك سببا لعطائه، بل عطائه هو محض فضله القديم. واضح؟ طب وليه أنت بتسأله؟ تعبدا، قياما بحقوق العبودية، وعطاء الله غير متوقف على سؤالك. فلا تعتمد على عملك، ولكن اعتمد على فضل مولاك. هو ده كل ده عايز يخرجك من ايه؟ من الاعتماد على العمل. عايز يخرجك من الاعتماد على العمل، خلي اعتمادك على فضل مولاك. فإن أجابك فالحمد لله الذي علق قلبك بما هو في القسمة الأزلية، وهذا من توفيق الله. وعشان كده كان من ضمن دعاء الأولياء: اللهم لا تعلق قلبي بما لم تقسمه لي، اللهم لا تعلق قلبي بما لم تقسمه لي، وأفض على لساني ما أردته لي ومني، ثم بارك لي في عطائك. دي من دعاء الأولياء اللي فاهمين. بما لم تقسمه لي، خد المعنى، سيبك من إيه، من الألفاظ، المعاني أهم. لأن أنا مش بقولك حاجة أنا حافظها، أنا بقولك معنى انقدح في قلوب الأولياء، فعبر كل عبر عنه بطريقة. منها في حديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام الترمذي بإسناده، موقوفا على سيدنا علي بإسناد حسن، ومرفوعا إلى النبي بإسناد ضعيف، يقول: اللهم ما قسمته لي مما تحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويته عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. نفس المعنى، فهمت بقى؟ نفس المعنى. فهنا بيقول ايه، اقرأ بقى الحكمة عشان تفهم كلام السيدنا ابن عطاء الله رضي الله عنه. كيف يكون طلبك اللاحق، وطلبك ده حادث، سببا في عطائه السابق؟ يعني أيكون منه إليك شيئا لم يكن مكتوبا لك في الأزل، ولكن كل ما أظهره عليك ولك مقسوم لك في الأزل قبل وجودك، فضلا عن بيانك ولسانك. فهم؟ وعشان كده عطاء الله ليس له علة، عطاء الله لطف بعباده وفضل ورحمة، لا علة لعطائه. ولكن لما الدعاء؟ إظهارا للعبودية والاضطرار والتقرب إلى الله لذكر مولاك. فإذا أظهرت الافتقار عجل لك بما خزنه عنده لك في خزائن فضله. هذه الحكاية. نعم. طب ما هو الذنب له شؤم،
كأن الله سبحانه وتعالى له عطاءان، عطاء أزلي غير مسبب، وعطاء أزلي معلق. فالعطاء الأزلي غير المسبب ده لا يمنعه مانع، لأنه من الله كده فضل. والعطاء من الله المعلق فيكون له تعلق بأفعال معينة. يعني يكتب الله في هذا العطاء في علمه القديم للملائكة المنفذين لتوزيع الأرزاق: إن فعل عبدي في اليوم الفلاني كذا فأعطوه كذا، وإن لم يفعل فاحرموه. كويس؟ بس أدي كل الحكم. فيجي هو لم يفعل هذه الطاعة فعصى الله، يحرم. يحرم من بعض العطايا وليس من كل العطايا. في عطايا معينة هتجيله بزيادة. فهمت ازاي؟ وهو عطاء الفضل. وعطاء الفضل عطاء ألوهية. وعطاء العدل عطاء ربوبية. فالعطاء عطاءان، وكلا في علم الله مقسوم. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. وقال لك في الآخر الحكمة اللي بعدها متعلقة بها: جل حكم الأزل أن ينضاف إلى العلل. إلهي كيف يكون عطاؤك لي علة مني؟ مش كده قايلها كده في الايه؟ في المناجاة. هات المناجاة كده طلعها لك في الحتة دي عشان تعرف ان هو اختصر الحكم كلها في المناجاة. هات المناجاة. بيقول ايه هنا؟ أو إلهي بالعلة في المناجاة رقم 26 يقول إيه: إلهي تقدس رضاك أن تكون له علة منك، فكيف تكون له علة مني؟ أنت الغني بذاتك عن أن يصل إليك النفع، فكيف لا تكون غنيا عني؟ فهمت بقى؟ المناجاة دي هي نفس الحكمة. فهمت إزاي؟ والله تعالى أعلى وأعلم. اتفضل. بالنسبة يا دكتور للحيوان لا خير كده نزع سبحان الله عطل غير مناسبة. يعني طبعا وهو يعني أنت سألته تبقى مسلم؟ كنت داخل الإسلام في أغلب الإسلام. سألته يرسل إليك رسول أرسل إليك أفضل رسول، كان صح ولا لا؟ انت تجد كل النعم جاءتك بغير مسألة. كل النعم واعظم النعم كلها جات لك من غير مسألة. فازاي بعد كده بتتكلم على نعم بسيطة تقول لي جات لي بالمسألة؟ ده كله رحمة الله. الطيبين. يلا يا